تعالوا بقى نشوف المشكله بتاعه الواتساب لما تيجي تعمل لها استرجاع او استعاده النسخه الاحتياطيه. بقول لك هنا يبدو ان الواتساب يواجه مشكله في قراءه سجلات دردشتك، وسيحاول حل تلك المشكله، وهذا قد يستغرق عده دقائق. مكتوب هنا بدء الاستعاده، يرجى عدم الخروج من التطبيق او ايقاف تشغيل الهاتف في الوقت الحالي. المشكلة دي بتتكلم على استعادة سجلات الدردشات، ومجرد ما تضغط عليها بيقول لك للأسف لم يتمكن واتساب من استعادة سجلات الدردشة، يرجى حذف واتساب وإعادة تثبيته. المشكلة دي ممكن تقابلك في تليفونك الآيفون، كل عليك بس بتضغط عندك على موافق وضغطة طويلة كده على الواتساب وقول له هنا إزالة التطبيق وبعد كده حذف التطبيق. من هنا بيقول لك سيؤدي حذف هذا التطبيق إلى حذف بياناته أيضا، ولكن لن يتم حذف أي مستندات أو بيانات مخزنة في آي كلاود. يعني الآي كلاود البيانات اللي فيه بالصور بالرسائل بالفيديوهات بكل حاجة مش هتحذف من على الآي كلاود. كل عليا بس بضغط عندي على كلمة حذف هنا وبرجع عندي على الأب ستور وأبدأ أنزل تطبيق الواتساب من جديد. زي ما انت شايف كده الواتساب نزل، بضغط عندي على كلمة فتح وبعد كده بتقول له هنا الموافقة والمتابعة، يفتح معاك طبيعي جدا. هنا بيقول لك الإشعارات، خلي ان هو يسمح الإشعارات عشان يوصل لك كل الإشعارات على الواتساب. هنا بتكتب رقم تليفونك وبعد كده هنا عندك بتضغط عندك على كلمة التالي، بتضغط عليها ضغطة كده. بيقول لك هنا جاري استعادة بياناتك، هيقول لك الرقم ده صحيح، قول له نعم ده الرقم ده صحيح. بيقول لك جاري ارسال الكود، بيبعت لك الكود عندك عن طريق SMS وتكتب الكود هنا. طبعا هنا بيقول لك جر التحقق من الكود بعد ما جينا نكتب الكود، وهنا بيقول لك استعاده من اي كلاود، بتستعيد النسخه الاحتياطيه من الاي كلاود بتاعك. التاريخ النسخه الاحتياطيه 21/10 الساعه 12. هنا بتضغط بس عندك على كلمه استعاده سجلات الدردشه، بس قبل ما تضغط عندك على سجلات استعاده الدردشه روح عندك على الاعدادات، اطلع فوق خالص بعد كده روح عندك على عام، ومن عام اضغط عندك على تحديث التطبيقات في الخلفيه وتاكد ان هي شغاله عبر الواي فاي. يعني اللي هي لو متوقفه علشان في ناس بتوقفها علشان البطاريه، اعملها بس دلوقتي خليها الواي فاي وارجع تاني كده لاستعاده سجلات الدردشه للواتساب، خليه موقف هنا وبعد كده اضغط عندك على استعاده سجلات الدردشه. ومن هنا بيتم تنزيل جميع الدردشات، سواء كان صور سواء كان فيديوهات سواء كان المحادثات بينك وبين صديقك او اي حد من قرايبك، على طول بيتم تنزيلها. هنا بيقول جرى تنزيل 1 ميجا وهو اصلا المحادثات كلها 36 ميجا بت. بيقول لك تاكد من توصيل الهاتف ايفون بمصدر الطاقه وكذلك من توصيله بشبكه واي فاي، طبعا دي في حاله ان البطاريه معاك ضعيفه، لتجنب دفع رسوم اضافيه لاستعمالك بيانات خلويه. خلاص خلينا بقى زي ما احنا كده. وبيقول لك هنا تتم استعاده وثائقك حوالي 455 ميجا بت في خلفيه التطبيق بعد ان يتم استعاده رسائلك. يعني الرسائل بتاعتك هترجع عادي جدا وهتلاقي فيه 455 ميجا بت من الملفات بتاعتك هتلاقيه يتم استعادتها من خلال الايفون. وزي ما انت شايف كده بيقول لي تم استعاده 15000 محادثه او 15000 رساله. اضغط بس فوق عندك على كلمه التالي وتبدا تكتب اسمك هنا وتضيف صوره لحضرتك. بعد كده هنا بتضغط عندك على كلمة تم اللي موجودة فوق دي، ومن هنا بيتم استعادة جميع الرسائل بتاعتك زي ما انت شايف كده. وفوق هنا مكتوب جاري استعادة الوسائط زي ما هو مكتوب عندك، بيستعيد 455 ميجا من على الاي كلاود. وبكده احنا حلينا المشكلة اللي كانت ظهرت معنا في الاول وعملنا استعادة للنسخة الاحتياطية واسترجاع كمان رسائل الواتساب للايفون من على الاي كلاود. كده من الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك، ياريت ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناة، ولو احتجت اي حاجة اتواصل معايا في التعليقات وانا هرد عليك ان شاء الله. ودمتم بخير، مع السلامة.